نيو هختار سطح هختار بلان واعمل سكتش عليه وهبدا ارسم لاين هرسم الكروس سكشن او نص الكروس سكشن اللي تحت وانت بترسم خد بالك مش عايزين اي علاقات تطلع غير مرغوب فيها يعني كده اوكي ولا لا لا كده في علاقه هتطلع صح يبقى اطلع فوق شويه كده رسمت السكشن بتاعي وعلى طول اروح ارسم مين سنتر لاين من نقطه الاصل ده محور الدوران بتاعي ونبدا نحط الابعاد يا شباب وزي ما اتفقنا قبل كده هنعمل ايه في الابعاد هنكتب كل الابعاد من غير ما نغير اي حاجه بعدين نبدا نغير خلاص سمارت دايمنشن يلا وانت بتكتب الابعاد يا ريت تخليها منظمه شويه انا بكتب الابعاد اهو وبعدين هبقى اعدلها في الاخر بحاول اكتبهم اكنها لوحه رسم عاديه جدا صح ولا غلط وبرضه هنا بكتبهم بتنظيم عشان لما اجي اعدل ما لخبطش نفسي يا جماعه فهنا بس هبعد ده شويه كده نجيب ده شويه كده تمام يا شباب طيب والبعد ده بكذا وده بكذا ما تيجي نعدل نبدا من مين من الصغير صح مش احنا اتعلمنا كده اصغر بعد بكام ب 15 اللي هو فين الثمانية ده 15 طب البعد اللي بعديه بكام؟ ده ب 40 اللي بعديه بكام؟ 46 على 2 23 طيب وده بكام؟ ب 40 ده اهو البعد ده طب والدايره واللي بعديه بكام؟ 50 اللي بعديه مش مكتوب اللي هو ده بكام؟ من هنا 50 ده بكام؟ ب 100 يبقى ب 50 50 اللي هو ده اللي انا واقف عنده ده اللي بعديه بكام؟ برضه مش مكتوب؟ الأبعاد الناقصة يا جماعة اكتبوها لو سمحتوا. ده مكتوب في المسقط الثاني؟ 160 هو صح؟ 160 بس اللي عليه خالص الدرع ما كانش 160 يعني ده 80 طب وده بكام؟ ده ب 82 أنا فاكر. يعني ب 41 تمام كده؟
الخط ده والخط ده. طيب تعالى بقى نعدل الابعاد الطوليه. ده بكام؟ وده بكام؟ ايه؟ 7 كولينير. كولينير كولينير يا باشا. ده وده كولينير. فين فين اللي هو ده وده؟ ده وده الاثنين زي قد بعض متطابقين على بعض. متطابقين على بعض ليه؟ لانك لما تبص للمسقط الجانبي هي دايره واحده بس اللي انت شايفها. طيب معايا يا شباب؟ دايما انا محافظ على ان كاتب الابعاد ايه بطريقه مفهومه. يعني البعد ده بكام؟ 20. طيب والبعد ده بكام بقى من اول للاخر؟ 85. والمسافه دي ب 10. البعد من النقطه اللي انا واقف عندها شايف دي للنقطه دي المفروض ب 85. لكن من النقطه دي للنقطه دي بكام؟ المسافه الهوريزونتال دي بكام؟ ب 10. والمسافه دي بكام؟ ب 10. يبقى ده بكام؟ 65. من النقطه دي للنقطه دي بكام؟ 10. طيب تعالى بقى نثبت كده مع نقطه الاصل. حلو الكلام. النقطة دي بكام؟ البعد ده بكام؟ 44. وده بكام؟ 20. طيب والخط ده المفروض انه ماله؟ فيرتيكال. بس كده. الاول ما كانش فيرتيكال. عارف انا عرفت منين ان المشكله في الخط ده؟ اجي هنا اطلع بره ال 3 دي واعمل ايه؟ ريفولف. حد عنده مشكله؟ عندي ثلاث اسطوانات على الاسطوانه دي مش كده؟ هدخل على الاسطوانه دي واعمل سكتش يا شباب. عندي ايه هنا؟ دايره كام قطرها؟ قطرها 40. طيب بص بقى خد المعلومه دي. النقطه دي والنقطه دي علاقتهم ايه ببعض؟ على خط راسي واحد صح؟ اختار النقطتين واعمل فيرتيكال. تاني نقطة مركز الدايرة دي ونقطة الأصل علاقتهم ايه ببعض؟ يبقى اختار النقطتين واعمل ايه؟ فيرتيكال. امر فيرتيكال. اد ريليشن فيرتيكال. كنترول برضو. وهنا هعمل ايه يا شباب؟ اكسترود بكام؟ ب8 في الاتجاه ده. والناحية التانية بكام؟ 12. حد عنده مشكلة؟ طب وعلى السطح ده أعمل إيه كمان؟ أرسم دايرة كمان قطرها بكام؟ 20. وأعمل بيها إيه؟ سترود كات. مش كده؟ نكمل. هنا بقى انا عايز اكرر انهي عمليه؟ العمليتين دول مع بعض اختارهم الاثنين مع بعض بكنترول. انا عايز اكرر عمليه الاكسترود اللي بره دي ودن دي، وعايز اكرر الاكسترود كات الاثنين مع بعض. اختار الاثنين بايه؟ بكنترول. واروح اعمل سيركولار باترن. السطح الجانبي ده عايز كام واحدة يا باشمهندس؟ 3. حد عنده مشكلة؟
هختار التوب بلان واعمل ايه ريفرنس جيومتري بلان. هنا بيسالك عن الديستانس، انت عايز تبعد عنه مسافه كام؟ 70. طب 70 لفوق ولا لتحت؟ شايف فليب؟ شايف علامه فليب؟ مش كلنا شايفينها؟ فين فليب اهي. لو دوست عليها بيعمل ايه؟ بيعكس الاتجاه. اوكي وبعد ريفرس زي فليب زي ريفرس. اجي على بقى على المستوى الجديد ده يا شباب واقوم داخل راسم سكتش. هرسم ايه هنا؟ قطرها كام؟ قطرها كام؟ 50. لا سيبك من اللي جوه، احنا مالناش دعوه بالجوه دلوقتي. والبعد من هنا لهنا كام يا شباب؟ ما قالش. طب افرضوا هنقول 40 والبعد. بص خد بالك بقى، بص على السبورة، النقطة دي والنقطة دي علاقتهم ببعض ايه؟ تاني نقطة المركز ونقطة الاصل علاقتهم ببعض ايه؟ هوريزونتال. بس كده الدائرة دي بقى تعمل لها ايه؟ اكسترود ريفرس اب تو نيكست او سيرفس. بس في الاخير هو السطح ده مش هو اول سطح يحتوي الدايره بالكامل؟ يبقى اب تو نيكست. انت ما خدتش انت الكلام ده معانا. اب تو نيكست اهي. تمام اب تو نيكست. طب ينفع اعمل الاثنين مع بعض؟ ايه الاثنين مع بعض؟ اللي هي الاثنين مع بعض. هاجي على السطح ده بقى وارسم سكتش دايره واختار الدايرتين دول مع بعض واقول ايه كونسنتريك واحدد هنا 22 واعمل اكسترود كات اب تو نيكست. لو عملت ثرو اول هيفتح الجسم بالكامل؟ لا ده انا عايز اب تو ايه نيكست بس، وهيبقى فتح الجسم. طيب المستوى ده انت محتاجه؟ المستوى الجديد اللي انت عامله ده محتاجه؟ ينفع تعمل له ديليت؟ ينفع تمسحه خالص تعمل له ديليت؟ هيمسح كل اللي مبني عليه. برافو عليك. لكن ممكن اخفيه. اخفيه ازاي؟ هو فين في التري؟ اسمه بلان 1. كليك يمين عليه وبعدين. طب لو عايز اظهره تاني كليك يمين عليه تاني وبعدين اظهره. حد عنده مشكله يا شباب؟